حضرتك المنظومه من الاول غلط، يعني المنظومه من اول تركيب المجاري غلط، لان ركبوها على شفط وطرد. يعني احنا تحت رحمه المكنه اللي شغاله، المكنه دي لو عطلت نغرق نغرق. ويجي الحل ايه؟ الحل ان هم يجوا يعملوا ايه شويه اصلاحات بسيطه كده ويمشوا، ده اسمه حل مؤقت. لكن الحل الكلي تتشال كلمه قريه وتتكتب كلمه مدينه. لما جم يركبوا المجاري ركبوها على انها قريه، على عشش، على بيوت صغيره بتاع، دلوقتي فيها عمارات مش في المهندسين. ما ينفعش تبقى قريه لغايه دلوقتي. كتير كتير اللي بيجي بيبص بيتفرج كده ويمشي، مفيش حل. وبعدين عربيات تيجي تشفط شويه وتعمل شويه وخلاص، والسلام عليكم، وعليكم السلام. الحواري والادوار الارضيه كلها غرقان، الادوار الارضيه كلها ميه. زي ما حضرتك دخلت ورشه واثنين وثلاثه وشفت، وشقه واثنين وثلاثه، والناس عايمه والفرش بتاعها عايم. كله حل مؤقت. الحل المؤقت ده ما ينفعش. احنا عاوزين حل جذري، حل جذري تتشال المجاري دي كلها وتتعمل من جديد. الماسوره حضرتك قد كده، الماسوره اللي راكبه قد كده، الماسوره دي شويه دهون تسدها. يجي بسيخ يمشي الميه بس، ما بيمشيش العمل ده كله او الدهون دي. خدت بال حضرتك؟ فالمواسير دي لازم تتغير، تركب مواسير كبيره شويه. امبارح انا بعدي من الشارع راح الكابل الكهرباء مسك فيا، كنت هموت امبارح والله. وانا بعدي وكل يوم الحريم بتاعتنا داخله خارجه مشمره، فاش. وتيجي الراجل اللي بيسلك يقول لك ايه اسلك لك، ايه اسلك لك بالسيخ كده ويمشي واخد فلوس، وبعدها بشويه مفيش، تروح ضربه تاني. وتيجي تكلمه يقول لك اصل دي رمله في المواسير مش عارف ايه. ما حدش بيعمل حاجه. امبارح جه اخر لما سيهم ما عرفوش يسلكوها، سابوها ومشوا. لونا خدنا منهم العجله بتاعت التسليك دي، لونا ما كانش لونا يعني قعدوا، كانوا هيمشوا امبارح ويسيبوني. خدنا العجله منهم اللي بيسلكوا بيها، العجله اللي بيمشوا عليها بيحط عليها الصياغ وكده، خدناها خبيناها جوه. جم اشتغلوا، ما كانوش كده، كانوا هيشتغلوا، سابونا ومشوا. قالوا كتير بقى، قالوا كتير. ويجي المهندس يروح قاعد لك على القهوه يشرب شاي ويخلي الناس الصناعيه شغاله، ما بيشغلش دماغه باي حاجه. رئيس الجمهوريه بيتهيألي يمكن واخد علم بالحاجه دي، بس ما حدش بيعمل حاجه. ليه بقى؟ مش هم مستنيين ما حد عماره تقع، واحد يموت بس هيجروا، غير كده ما فيش حاجه هتتعمل. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. عشان ما انا الاقي والدتي ولا اختي نازله مشمره في الشارع، فحسبي الله ونعم الوكيل فيهم. كل ما بنتصل بتوع المجاري والناس ديت ما حدش بيسال فينا. بيجي يدونا مسكنات واحنا تعبنا من كتر المسكنات اللي احنا بناخدها. ماشي؟ واللي يجي يعمل لك حاجه لازم ياخد الجنيه قبل اي شيء. بيتفق معاك يا يسيبك غرقانه يا يسد لك العمومه من بره. كانوا قايلين في ميزانيه داخله لشارع محمد مبروك، احنا بنسال هي راحت فين؟ رايحين يعملوا مسجد الرحمن اللي ما فيهوش اي اتلافات زي هنا. ها؟ وسايبين لنا الدنيا غرقانه كده، يعني البيوت لو وقعت بعد كده بقى بيجي يسالوا بقى مين اللي سبب ومش السبب، يشوف المجاري اللي بتبوظ البيوت وبتبوظ الناس قبل البيوت. احنا عايزين نشوف لنا حل. الوضع دوت ما ينفعش حد. كذا حد جه وكذا مسؤول جه ومش عارف ايه، حاضر حاضر وبيدونا مسكنات وشكرا، اكن زي برشامه الصداع. احنا عايزين نشوف لنا حل للوضع اللي احنا فيه دوت. احنا بنطالب ان الخط اللي هو بتاع محمد مبروك يتغير. هيقولوا ما بيتغيرش ليه؟ في ميزانيه. هو احنا مش بني ادمين ولا حيوانات في البلد ديت؟ لو كل واحد في الاماكن الراقيه مش هيقبال على نفسه، بيعاملوا الحيوانات احسن من البني ادمين. واحنا بني ادمين وبشر، ربنا ما قالش كده. المايه الحلوه داخله على المجاري، الخطوط داخله في قلب بعضها، كابلات مع كهرباء مع ده مع ده. يجوا بعد كده اما البني ادم يتكهرب يقولوا اصل ده خطاك انت. هو احنا كلاب بالنسبه للبلد ديت ولا ايه بالظبط؟ يعني احنا بنقف نشيل كده وفي قلب المايه لحد ما جالنا العيا والمرض. اهم حاجه عايزين حاجه لشارع محمد مبروك، عايزين حاجه بفايده، عايزين المواسير تتغير لنا. الواد امبارح الكابل مسك فيه من المجاري، عايزين حاجه تتعمل. فرحتنا ايه؟ بيجوا يصوروا، بيجوا يعملوا، مفيش نتيجه. احنا في الدور الارضي، احنا غرقانين بحور. وخش شوف الحاره، يعني انا بيجي عليا الليل رجلي بتوجعني، انا بروح انام في الجامع، حرام. الشوارع عندنا كلها عايمه ميه ليل ونهار، وتعبانه اخر تعب، والبيوت كلها غرقانه من جوه، وعمالين نعلي في البيوت مفيش فايده. علينا البيوت كتير قوي كذا مره، والبيوت مليانه ميه من جوه.
وكل مره نعلي 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 لما البيوت اتردم ومفيش فايده، مفيش حد مسؤول بيجي يسال فين، وكل يوم يجوا يسكنونا بالتسليك ويسلكوا ويمشوا. من ساعة ما ركبت بقى لها بتاع 5 سنين اهي مسكرة المجاري، من ساعة ما ركبت وهي اما مسدودة ومسطير صغيرة ومسطير وحش، والشارع ما فيش حد عارف، المحلات كلها بتقفل، ما فيش محل بيفتح، والمطعم ما هو كل يوم والتاني قافل، وما فيش حد عارف يشتغل ولا حد عارف يمشي.